انت؟ انا مين بعمل؟ قوي كنت كتير قوي. يا الله مشاكيل. تحية احلى مدام ميري في الدنيا. احلى مدام بيتي. احلى مدام بيتي. يلا يا انا مدام كلوديا. انا ايفال. انا الايفال. انا مدام كلوديا. ايفال دق المدام كلوديا. يلا جايز يا تعا يا نسيم. نسيم يلا ولو جرس الحصة. يلا يلا كثير كثير مبسوطين فينا. على هاي 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 هلا استاذ ميلاد. لين 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 مبسوطين؟ مبسوطين؟ اشتقنا لك يا استاذ. اشتقنا اشتقنا معك نسافر. لا 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 اليوم اليوم بنسافر البحر اليوم. دخلكم في واحد ناقص. مين؟ نسيم. نسيم نسيم كيفك استاذ ميلاد؟ اهلين استاذ نسيم حبيبي. صفا حبيبي تمام. صفا صفا احنا كثير بنتشكرك على الكتاب اللي علمنا من خلاله. اليوم كثير اليوم انا جيتكم اليوم. كثير طلبوني في الفانز. انا كنت بتكلم عن موضوع الخوف وكثير الفانز بيسلموا عليكم وكثير اليوم شفتكم. انا بس كان عندي 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 سؤال لكم. ليش التوتر في قبل البرايم؟ وفي حسيت انا لما جيت ولاحظت انا ما شفتوني بس انا كنت فوق بتابعكم. كنتوا كثير متوترين خايفين من اصواتكم. حلوه صوتكم حلوه وعشان كذا الخوف دائم احنا بنسميه ايش؟ مستر تشيكن. مستر تشيكن اثر عليكم. احنا قلنا ايش مستر تشيكن؟ ايش نسوي فيه؟ ننساه. طيب اليوم بنعمل لكم شيء خفيف شيء حلو كثير. فيكم بس احد يساعدني؟ نسيم تساعدني بس انا بس احط السي دي. نعمل اي كونتاكت بس لا تشغله هنا عشان انا ما اخذت الاذن من الكنترول. عشان احنا بنشغله هنا ما اخذت الاذن. معلش شوي بس من نوت الموسيقى شوي. مو مشكله ممكن احنا نستخدمه من غير سيدي. من غير سيدي يلا. استاذ شو راح تسمعنا اليوم؟ راح تعمل لنا شو بروجرامك اليوم؟ اليوم انا عندي لكم حنسافر معك. تسافروا معي اليوم في شيء حلو. وكمان احنا دائم بنتعرض لضغوطات هنا كثيره في الاكاديميه و بس دقيقه احنا بنتعرض دائم هنا وانا عارف كثير وانا كثير عارف انكم مضغوطين. عارف كثير انكم متوترين. عارف كثير فاحنا بنعمل اكسرسيس هنا. معليش ممكن تتفضلون معي هنا كلكم؟ تتفضلون معي بس اللي اسد ساعه الموسيقى انا احلى نهار. بس اللي شغل تفضل حنعمل ايفون تاكت. شغل الموسيقى بس علي نزل الصوت شويه استاذ. حنعمل ايفون تاكت. ايفون تاكت بالضبط. نقص لي الصوت شويه. طيب احنا كلنا نغمض. خلوكم مع بعض. غمضوا دائره غمضوا. خذوا نفس. خذ من فمك وطلعوا على شكل دائره. على شكل دائره كل التوتر يروح. استاذ كل التوتر استاذ ممكن في غلط في الموضوع. اللي قاعد يصير غلط. وايفه و ما هايفه بسويه. نعمل صوت نغمض بس توسعوا عن بعض شوي. بس توسعوا عن بعض شوي. توسعوا عن بعض شوي. غمض عيونك. ريح انفسكم. يدينكم ريحوها. حلو. خذ نفس. غمض عينك يا ايهاب. غمض عينك. الحين تخيل كل التوتر يروح. طلع كل التوتر. لما تاخذ نفس طلع كل التوتر اللي داخلك. حلو حلو. حس نفسك انك مرتاح.
كل التوتر جمع وكذا هو انت تطلع من فمك تتنفس طلع من اذني من فمك من فمك حلو 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 يلا حسيت ان اذني مرتاح فتح عينك حسيت براحه طيب يا استاذ في عين مقفوله تفتح الله 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 حبيبي الحين كل واحد يروح للشخص ويشكره على شيء شكرا على شيء انا مع مقبل نسيم نسيم ايهاب بليز احنا جديين في الموضوع جديين في الموضوع شويه احنا جديين في الموضوع سوري طلع في عينه تكلم اشكره على شيء معين انت في الاكاديميه ثانك على عينك اللي عاملك شكرا شكرا مقبل لانك انت انسانه جديه شكرا لانك انت انسانه ايجابيه شكرا لانك انت انسانه بتقدري الاشخاص لو دبروا العالم كله خلاص يا بابا ممكن تشكري والله العظيم وتونس فخوره بك يا نسيم عينك في عينه ما تنزل شو شو الكلمه اللي يقولها مغير شو في كلمه يقول سويتش 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 الله أستاذ بحبك أولي وأنا بحبك دائماً دائماً خلصنا الحصة دائماً تفضل دائماً إحنا دائماً نفكر الإيجابية لسه بس بقينا بس إكسرسيس واحد إكسرسيس واحد إحنا بسافر الحين دائماً إحنا دائماً إحنا الخوف 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 هذا وإحنا ما نجيبه معنا الخوف إحنا لما الولد الصغير لما يجي ويضحك ولما تسوي له اي شيء يضحك لما يطلب اي شيء يبكي بس ما عمره خاف ليش لان الخوف دائما احنا ما نجيبه يعني احنا اللي يجيب الخوف ما يولد معانا ما يولد معانا طيب فينا بس ناخذ نغمض غمضوا عيونكم انا بناخذكم على رحله بسيطه مين في بعد اسئله مدام كلوديا بس تكي مدام كلوديا مدام نسلي مدام غمض عينك مدام كارلو غمض عينك تخيلوا من مدام ليسي انا مدام كلوديا لا انا مدام كلوديا انت مدام كارل طب انا ليسي انا ليسي بس بروح اقلب طب اوكي انا مدام كلوديا طيب خلاص مدام كلوديا خلاص غمض عينك غمض عينك اوكي تخيلوا احنا طلعنا من الاكاديميه واحنا الحين رايحين كلنا مع بعض تخيل الشخص اللي انت تحبه انا هادي اوكي تخيل الشخص اللي انت تحبه طالعين انت هو سوا وصلتوا لاعلى جبل في الجبل هذا يا الضحيه انت تطيح يا هو يطيح لا حد يضحك ركز في النهايه خفتوا انتوا مع بعض خفتوا على بعض طحتوا الاثنين ايش ممكن يصير لو طحتوا ممكن ما يصير شيء لانه الجبل ما كان عالي ممكن الجمل يكون يعني ما في مسافة بينك وبين الأرض ممكن ما تموت هذه الأفكار السلبية اللي دائما إحنا نأخذها فكرة إيجابية طيب أنتوا صحيتوا يعني أنتوا الحين أنت اللي تحبوا مع بعض تخيلوا أنتوا نازلين من الجبل راجعين على الأكاديمية إحنا راجعين على الأكاديمية فتحوا عيونكم الله عليك انا هدي صغيره شكرا انا بس كان عندي لكم هديه كان عندي لكم هديه بمناسبه انا كتابي هذا انا بشكر اللي ترجمه انا كتبته بالانجلش كله كان بالانجلش بس هم سعوا لانهم يترجموا وانا حبيت اقدمه لكم لانه كان يوم الثلاثاء التوقيع للكتاب فانتم كنتوا اول ناس شكرا بشوفكم ان شاء الله بنشوفكم انا مدام كلوديا ان شاء الله بشوفكم تفضل انا دوري انا مدام كلوديا تفضل